فاز فريق الإسماعيلي على مستقبل القاهرة 2-1 في المباراة التي أقيمت عصر الأربعاء على ملعبه بالإسماعيلية تحت قيادة ميدو المدير الفني للفريق في إطار برنامجه الإعدادي لمواجهة حرس الحدود ضمن منافسات الدوري العام. سجل هدفي الدراويش فراس شواط وحسن صابر، وخاض الإسماعيلي اللقاء بتشكيل مكون من محمد فوزي في حراسة المرمى وكريم عرفات ومحمد خليفة وحمد النجاز وأحمد محسن في خط الدفاع ومحمد مخلوف ومحمد بيومي ومروان حمدي ومحمد عبد السميع وفراس شواط في خط الوسط وحازم مرسي في خط الهجوم. وشارك في مجريات الشوط الثاني كل من أحمد عادل عبد المنعم ومصطفى فارس وعلاء ياسر ومحمد عبد الوهاب وعبد الله السعيد ونادر فرج ورامي حاتم وحسن صابر ومحمد البحيري وأحمد أشرف وأحمد عبد العزيز. وحرص الجهاز الفني للدرويش بقيادة أحمد حسام ميدو في الإطمئنان على حال جميع اللاعبين الفنية والبدنية استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة، ويحل الدرويش ضيفا على النادي العسكري يوم الأحد المقبل في الأسبوع الـ 12 من عمر مسابقة الدوري العام. وقررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ضد حرس الحدود إلى ملعب الكلية الحربية بالقاهرة بدلا من استاد برج العرب بالإسكندرية، ويأتي ذلك بناء على رغبة الفريقين في إقامتها بالقاهرة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 3:45. ويسعى الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء من أجل استعادة مسيرة الانتصارات لتصحيح وضعه بجدول المسابقة المحلية الذي لا يليق باسمه وشعبيته داخل وخارج مصر.